Good morning, I'm teacher Saeed Mahmoud for Genius Online School. Today, inshallah, we will continue grammar lesson 1 and 2, unit 2, prep 3. مرة العدد كنا أخذنا بوس، صح؟ في أي حاجة مش واضحة في بوس؟ فاكرين بوس؟ في حد مش فاهم بوس؟ هراجع عليها سريعة ونكمل باقي الجراف. اتفقنا ان بوس ان او بوس اوف معناها كلا من او كلا وكلتا. اتفقنا ان هي دايما بتتكلم عن حاجة جمع اتنين، فالاتنين في الانجليش جمع، فاتفقنا ان هي بتتكلم عن حاجة جمع فدايما الفيرب معاها بيبقى جمع. تمام، قلنا ممكن تتكلم عن حاجتين او شخصين او صفتين أو اي حاجة، يعني بص the laptop and the microwave are in the sale. كل من اللابتوب والمايكرويف موجودين في التخفيض، يبقى هنا ايه عندي حاجتين لابتوب and microwave، فجي معاهم ايه الفيرب اهو جمع. يبقى ناخد بالنا من حاجة، بص بيجي معاها and، فلما يجي عندي في الأسئلة الاقي في الجملة and وهو عايز الكلمة الناقصة بدل بص، نفتكر ان بص هي اللي بتيجي مع and. طب لو لقينا الفيرب جمع نفتكر ان الفيرب الجمع ده بيجي مع بوس، اوكي؟ يبقى دي العلامات بتاعة بوس. طيب بوس اوف، قال لي بوس اوف بيجي بعديها الطرفين مع بعض، يا اما اسم جمع يا اما ضمير مفعول جمع اللي هو يو اس و ذم، يا اما ضمير اشارة جمع اللي هما ذيز وي ذوز. فهنا قال لي بوس اوف سيسترز ار جود ات ماث. Both of sisters، شايفين جا هو اسم جمع وبعديها ايه فعل جمع. طيب تحت قال I like both of them، ضمير مفعول اهو. طيب both of those windows are broken، يبقى ايه اسم اشارة جمع. اوكي، ممكن بوس تيجي عندي بتجمع بين صفتين، قال لي she is both polite and beautiful، هي مؤدبة وجميلة. هتقولي يا مس طب هنا ليه جه الفعل مفرد is؟ لو عشان is ده عائد على شي مش عائد على بوس، لو كان عائد على بوس كان هيبقى ار زي الأمثلة اللي فوق. قال لي كمان بوس ينفع تستخدم كصفة أو ضمير، فقال له we don't have enough money for بوس، مش معانا فلوس كفاية لكليهما. أو بوس bags have flowers on them، كلا الشنطتين أو كلا الحقيبتين في ورود عليه. تمام، قال لي ناخد بالنا من حاجة، بعد بص لازم يجي ضمير مفعول جمع يو أو أس أو ذم. طب لو جه ضمير فاعل جمع يبقى غلط، قال لي ضمير فاعل جمع ممكن يجي قبل بص في بص لايك، لكن لو بعد بص لازم يبقى ايه ضمير مفعول، مين هو ضمير مفعول جمع يو أس وذم. اوكي يا جماعة، كده تمام. بص فيها أي حاجة مش مفهومة؟ أي حاجة مش مفهومة في بوس يا جماعة؟ لا مش مفهوم. نركز كويس بالله عليكم، اللي مش فاهم حاجة يقول لي، عشان القاعدة دي لو متفهمتش من أول مرة كويس هتلخبطكوا بعد كده، لكن لو اتفهمت من أول مرة هتحسوها سهلة ولذيذة وتحلوا عليها بكل سهولة. عندنا هنا either or، إما أو، either or إما أو، يعني هو هنا بيخيرني بين حاجتين، يا كذا يا كذا، يا إما كذا يا إما كذا. تمام، بيخيرني بين حاجتين، بيخيرني بين حاجتين أو شخصين أو شيئين أو صفتين أو فعلين أي حاجة. أوكي، يبقى معناها إما أو. to mean the thing or another thing، معناها هذا الشيء أو الشيء الآخر. يبقى نركز كويس، either or أو إيه إيه ال preposition اللي بيجي معاها or أو. بص كان إيه ال preposition اللي بيجي معاها؟ كان بيجي معاها and، لكن either بيجي معاها or، يبقى either or. على طول كده ناخد بالنا في الجملة لما نلاقي or نعرف إن هي معاها either، either or، إما أو، يا إما ده يا إما ده. طيب هو قال لي ايه
You can ask either أيمن or رضا. تقدر تسأل أيمن أو رضا. شايفين هتسأل واحد بس منهم، أيمن أو رضا. They are both free now. وهما الاتنين ايه، فاضيين دلوقتي. You can get either a free speaker or a free fill. شايفين؟ خيروا بين حاجتين، يا إما free speaker يا إما free fill. On Saturday, يوم السبت، Hani either visits his cousins or goes shopping with his mother. شايفين جاب لنا ايه فعلين اهو، visits his cousin or goes shopping with his mother. طبعا الأفعال هنا جت مفرد عشان هنا ايه الاتنين عائدين على هاني، هاني visits or هاني goes. طيب he is either sleepy or sick، هو يا إما نايم يا إما تعبان، فهو حاجة من الاتنين مش الاتنين مع بعض. اوكي، قال لي نستخدم either of وليس either فقط قبل ضمائر مفعول الجمع. either of مش either بس، قبل ضمائر مفعول الجمع، اللي هي ضمائر مفعول الجمع اللي هي you و them و us، أو ضمائر الإشارة الجمع اللي هي these or those. فقال لي I like either of these jackets. I like either of these jackets. يبقى أنا حبيت إيه، أحد الجاكيتين هؤلاء أو هذان. I will buy either of them. هشتري إيه واحد منهم. أوكي، يبقى هنا لما يجي عندي ضمير مفعول أو ضمير إشارة بيجي قبلهم either of، of not either فقط. نفس الفكرة هناك في both، كانت عندي قبل ضمير إشارة برضه كان بيجي عندي both of، يبقى هما الاتنين كده شبه بعض في الحتة دي. both of either of بيجي بعديهم ضمير مفعول جمع أو ضمير إشارة جمع. أوكي، ثانية إيه كمان؟ قال لي لاحظ ان الفعل بعد either of يكون غالبا مفرد. قال لي ايه، either of these films is fine. طب يا مستر ازاي يعني مفرد؟ مش هنا عندي films دي جمع، المفروض تاخد مفعول، تاخد فعل جمع صح؟ معايا يا جماعة؟ مش هنا فيلمز دي جمع، يعني المفروض الفيرب معايا دي جمع مش مفرد. ليه هنا فعل جه مفرد؟ مين شاطر يعرف ليه هنا الفعل جه مفرد رغم ان هي عندي كلمة فيلمز جمع؟ اللي هو إزر either of these films is fine. أو كلمة إز، yes لان اللي هو ايزر بمعنى او، يعني واحد منهم بس. yes well done. يبقى either معناها أو، يعني واحد من الفيلمين كويس. شايف بقول ايه، واحد من الفيلمين كويس، ما قلتش واحد من الفيلمين كويسين، حتى بالعربي نفس الفكرة. هو جبنا الفعل مفرد، فهنا ليه الفعل بيجي مفرد مع either of؟ علشان هنا either of معناها ان احنا بنختار واحد من الاتنين، مش هنختار الاتنين، عكس both of. both of كانت بيجي بعديها جمع عادي عشان هي قصدها على الاتنين، لكن هنا either of هو بيختار واحد من الاتنين، فبالتالي الفعل هيبقى عائد على واحد بس منهم، فلازم الفعل عندي يكون مفرد. اوكي، قال لي عندما نستخدم either or لربط فاعلين. يبقى كده نركز مع بعض، بص اتفقنا معاها الفعل جمع دايما في كل حالات. طيب either، either ليها حالتين. قال لي لو either of، either of بيكون معاه الفعل مفرد، either of بيكون معاه الفعل مفرد. طيب لو either or يا مس، قال لي either or ليها حالتين، بنحدد ازاي الفعل بتاعنا مفرد ولا جمع؟ قال لي على حسب الطرف التاني اللي بيجي بعد الاور، لو كان بعد الاور اسم جمع بيجي معاه فعل جمع، لو كان بعد الاور اسم مفرد بيجي معاه فعل مفرد. يبقى ايه اللي بيحدد لي؟ اللي بيحدد لي الاسم اللي بعد الاور
فانا اداني examples، قال لي either عمر or his sisters have my book، يا اما عمر او اخواته معاهم الكتاب بتاعي. هنا عمر مفرد صح، ملناش دعوة بيه. شوف اور اهو، فين الفاعل اللي بعد اور؟ his sisters. his sisters دول جمع ولا مفرد؟ جمع. جمع. راح ايه اللي حصل للفيرب بعديهم؟ جه الفيرب عندي جمع اهو، have. اوكي سألتني عشان نفهم، قال لي either my sisters or my brother is going. my sister جمع، هنا ملناش دعوة بيه، نشوف ال or وندور على الفعل اللي بعدها. my brother. my brother مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد. ايه الفيرب اللي بعده؟ جه ايه؟ جه مفرد. ما كده either or بنشوف الفاعل التاني اللي بعد ال or، لو جمع بيجي الفعل معاه جمع، لو مفرد بيجي الفعل معاه مفرد. واضحة يا جماعة؟ يبقى كده either معناها either or معناها اما او، يا اما ده يا اما ده، يعني اخترنا منهم حاجة واحدة. فبيكون عندي either of لازم يجي بعدها يا اما ضمير مفعول يا اما ضمير مفعول جمع يا اما ضمير اشارة جمع. الفعل بعد either of بيكون دايما مفرد عشان اخترت احد الشيئين. either of these films is، واحد من الفيلمين بيكون كويس. طيب لو either or يا مس، قال لي لا either or ناخد بالنا منها شوية، الفعل بتاعي هيتحدد على حسب الفاعل اللي بعد الأور. لو الفعل اللي بعد الأور مفرد هيجي معايا الفعل مفرد، لو الفعل اللي بعد الأور جمع هيجي معايا الفاعل جمع. أوكي اوكي واضحة؟ أيضا في حاجة مش مفهومة؟ في أي حاجة مش مفهومة؟ لا مستوى. عندنا neither nor دي أخت either or شبه بعض، هناك يعني هما نفس حاجة ضفناهم حرف ال N بس، عشان كده نعرف نميز بين إن either هي اللي بتاخد or، لكن neither هي بتاخد nor. nor أهو neither و nor هما الاتنين إيه فيهم حرف ال N زي بعض، يبقى هنا ال preposition بيجي مع neither nor. nor neither. neither nor أوكي. معناها إيه neither nor دي؟ معناها ولا ده ولا ده، ولا ده ولا ده، دي نفي إطلاقا كده. بقى بص، كان معناها الاتنين مع بعض either or، كان معناها يا إما ده يا إما ده. neither nor معناها ولا ده ولا ده، تمام؟ قال لي use neither nor to mean not this thing or another thing، ولا ده ولا التاني حد. اداني examples، قال لي برضو ممكن تيجي مع اسمين صفتين فعلين شخصين عادي جدا. قال لي neither دارين nor ملاك speaks French، ولا دارين ولا ملاك بيتكلموا French. okay this shop is neither interesting nor cheap، المحل ده ولا ممتع ولا رخيص. You can neither smoke nor eat in this office. انت ما ينفعش تاكل ولا تتكلم في المكتب، ولا تدخن سوري في المكتب ده، تمام؟ يبقى neither nor معناها ولا ده ولا ده. قال لي لاحظ نفس الملاحظة، نستخدم neither of وليس neither فقط قبل ضمائر مفعول الجمع اللي هي you و them و us، وضمائر الإشارة الجمع these و those. ملاحظين إن الحتة دي قاعدة تتكرر معانا عشان هي مهمة جدا. يبقى عندي بعد both of و either of و neither of لازم يبقى ضمير مفعول جمع، ناخد بالنا هو ضمير مفعول مش ضمير فاعل. ما ينفعش نقول we، لا لازم نقول us. ما ينفعش أقول they، لا لازم أقول them.
الوحيدة المشتركة يو، يو هي هي في ضمير مفعول أو ضمير فاعل، الاتنين نفس الحاجة. يبقى بعد neither of، either of was of، لازم يجي عندي ضمير مفعول جمع أو ضمير إشارة جمع، these or those. تمام. قال لي إيه بعد neither of؟ برضو هيبقى عندي فاعل مفرد زي neither of. يبقى دلوقتي neither of و either of شبه بعض، هما الاتنين بيجي بعديهم الفعل مفرد، لكن both of مش شبههم، بيجي بعديها الفعل جمع. فقالي neither of my sisters is married، ولا واحدة من اخواتي بتكون متزوجة. شايفين حتى بالعربي بنقول ايه؟ ولا واحدة من اخواتي بتكون، تكون هنا ايه بقت مفرد، ما قلتش ولا واحدة من اخواتي يكونون متزوجات، لا ولا واحدة، يبقى بتكلم عن كل واحدة لوحدها، ولا واحدة من اخواتي تكون متزوجة. neither of my sisters is married، يبقى بعد neither of بيجي يا اما اسم جمع يا اما ضمير مفعول جمع يا اما ضمير اشارة جمع. قالي لاحظ بعد neither of يستخدم فعل مفرد، يعني زي ما قلنا اهو جاء هنا ايه is. رغم ان sisters هنا جمع، بس هو بيتكلم عليهم واحدة واحدة، ولا واحدة. neither of them is the right color، ولا واحد منهم هو اللون الصحيح. شايفين؟ رغم ان زي ما هو ضمير مفعول جمع، اذا انه جه معاه فعل مفرد عشان هو بيتكلم عن كل واحد لوحده. اوكي، neither of those necklaces is cheap، ولا واحد من العقود دي بيكون رخيص. تمام، مركزين لغاية هنا؟ في حاجة مش واضحة؟ لا يا مس، لا يا مس، اوكي. بعد كده قال لي طيب ده بالنسبة للفيرب مع neither of، اتفقنا بيجي معاها الفعل مفرد. طيب بالنسبة لنايذر نور، قال لي نفس فكرة either or بالظبط، بنشوف الفاعل اللي بعد النور، لو مفرد هيجي الفعل مفرد، لو جمع هيجي الفعل جمع. اوكي، فقال لي neither my mother nor my sister is here، هنا ملناش دعوة بمذر، بنشوف النور ونشوف الفعل اللي بعدها my sister. my sister دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد. ايه اللي حصل للفيرب بعدها؟ جه الفيرب مفرد اهو. طيب التانية neither my brother nor my parents are here، parents هنا مفرد ولا جمع؟ تمام. جمع، راح الفعل بعدها جه ايه؟ جه جمع. واضح لغاية دلوقتي؟ هنعمل مقارنة بين التلاتة. قلنا بص نركز مع بعض بالله عليكم يا جماعة عشان القاعدة تثبت في دماغكم وتبقى سهلة بالنسبة لكم. عندنا بوس اند، بوس اند يعني فلان وفلان الاتنين مع بعض، بوس اند يعني كلا. يبقى بوس بيجي معاه preposition and، بيجي معاه الفعل دايما جمع، بوس اند بيجي بعديها الفعل جمع. عندي بوس اوف لازم يجي بعدها يا اما اسم جمع يا اما ضمير مفعول جمع يا اما ضمير اشارة جمع، وبرضه في حالة بوس اوف بيجي معاها الفعل جمع. ده بالنسبة لبوس مريحة نفسها. طيب نيجي لايذر اور ونايذر نور، اتفقنا ان ايذر بتاخد البريبوزيشن اور، اما نايذر بتاخد البريبوزيشن نور. نايذر نور هما الاتنين بدايتهم حرف الان. تمام، قلنا ايذر اور معناها يا اما كذا يا اما كذا، تختار واحد من الاتنين. اما نايذر نور معناها ولا كذا ولا كذا، مش هياخد ولا ده ولا ده، يعني نفي مطلق. تمام. طيب قال لي neither nor، لا neither of و either of الاتنين شبه بعض في حكاية الفعل والحاجة اللي بتيجي بعدهم، either of و neither of. قال لي لازم يجي بعدهم يا إما اسم جمع يا إما ضمير مفعول جمع يا إما ضمير إشارة جمع. طب والفعل اللي بعدهم يا مس شكله ازاي؟ قال لي شكله مفرد دايما. ليه مفرد يا مس؟ عشان بقول either of يعني واحد منهم، او neither of يعني ولا واحد منهم، ففي الاخر ايه انا بتكلم عن كل واحد لوحده، فبالتالي الفعل عندي هيبقى مفهوم. طيب بالنسبة ل either or و neither nor برضو شبه بعض في حكاية الفعل. قال لي بنبص على الفعل اللي بعد الاور او الفعل اللي بعد النور،
لو لقينا الفاعل مفرد بيبقى الفعل عندي مفرد زيه، لو لقينا الفاعل جمع بيبقى الفعل عندي جمع زيه. اوكي واضحة؟ اه ايوه. تمام. فيها اي حاجة اتلخبط او اي حاجة مش مفهومة اعيدها لكم تاني؟ لا نعم. بالله عليكم كلكم فاهمين؟ جنى، هنا، آدم، تيم، ندى، آية، مين؟ انا لسه ما قلتش اسمي ليه؟ عبد الله. فاهم يا عبد الله؟ فاهم. يا سلام، هذا كمان عبد الله يعني. محمد، ثانية سامي، محمد خالد. مين يا مسلم؟ طب بتاعنا محمد خالد انت لسه داخل؟ اه يا مسلم كان ما نت فهمتش فاطمة حاجة، ما ما فهمتش ده حاجة خالص. فهمت من أول مس ما بدأت يعني دخلت في أول ما بدأت تشرح نايزر ونور. وسمعتيني انا براجع عليهم الثلاثة مع بعض؟ اه طيب في حاجة مش حاسس ان انت فاهمها؟ لا فهمتهم. طيب الحمد لله، ابقى اسمع تسجيل الحصة ان شاء الله عشان تفهم اكتر. اوكي، رابع حاجة عندنا يا جماعة none of. none of يعني ايه none of؟ يعني ولا حد ولا شيء. اوكي، قال لي use none of to mean no one or no item. no one or no item. طب يا مس، ما كنا قلنا neither nor وخلاص وريحنا نفسنا، بس احنا اتفقنا ان neither nor دي معناها ولا حاجة من الاثنين. يعني neither nor في عندنا حاجتين بس، لكن هنا none of في عندي جمع شوية كده يعني، وبقول ولا حاجة منه. ماشي، قال لي تستخدم none of لتعني لا أحد أو لا شيء، ويمكن أن يتبعها اسم جمع أو ضمائر مفعول جمع أو صفات إشارة جمع. أوكي، نفسهم هم ضمائر المفعول اللي هو الجمع you و them، وكانوا مين تاني؟ you و them و us، وضمائر الإشارة الجمع اللي هي these و those. تمام، يبقى هنا none of دي ملهاش أي حاجة تاني، ملهاش preposition تاني بيجي معاها، هي none of بس كده. بيجي بعديها يا إما اسم جمع، يا إما ضمير مفعول جمع، يا إما صفة إشارة جمع، معناها ولا حاجة ولا شيء ولا حد. أوكي، none of my teachers is here. شايفين الفعل جه معاها إيه؟ الفعل جه معاها مفرد، مش هقول ولا واحد من المعلمين هنا، ولا واحد هنا، ولا واحد يكون هنا كده، ايه بتكلم على واحد واحد يعني، بالتالي الفعل عندي جه مفرد. none of my teachers is here. none of us want to buy these phones. شايفين none of us ولا واحد منا يريد، صح؟ احنا بالعربي بنقولها كده، ولا واحد منا يريد، ولا بقول ولا واحد منا نريد، تتقال ازاي بالعربي؟ يريد. صح، ولا واحد منا يريد. فهنا نفس الفكرة بالانجلش برضه، هيجي عندي الفعل مفرد none of us wanted، احنا حطيناها الاس اهو بتاعت ايه المفرد في present simple. none of us wants to buy these phones، ولا واحد منا عايز يشتري التليفونات دي. none of them، none of them works، ولا حد منهم بيعمل. اوكي، works، يبقى هنا none of بيجي بعدها يا إما ضمير مفعول جمع، يا إما ضمير إشارة جمع، يا إما فاعل جمع أو اسم جمع يعني، والفيرب معاها دايما 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 مفرد. أوكي، ويقول له لاحظ أن none of يستخدم بعدها فعل مفرد. none of my friends goes shopping every day، ولا حد من أصحابي بيروح يعمل shopping كل يوم. بيروح، شايفين قلت ايه بيروح، ما قلتش بيروحوا. اوكي، فهي goes not go. anything unclear؟ نو يا جماعة كله مفهوم بالله عليكم، قاعدة سهلة ولذيذة. تعالوا نحل بقى عشان نشوفكم فاهمين ولا بتضحكوا عليا. يلا number one، يا جنى، يا جنى نمبر 1.
بص علي and her brother at English. بي هنا يا جنى قصده ان احنا هنستخدم احد اشكال verb to be، form من verb to be. عندنا مين هي الفورمز بتاع الverb to be في المضارع؟ am و is و are. طب مين هما في الماضي؟ was و were. طب التصريف الثالث been. هنا جملتي في المضارع اختار يا اما am يا اما is يا اما are. اختاري ايه يا جنى؟ ار. ليه اخترتي ار؟ عشان هنا محفوظ. عشان ايه؟ ما سمعتش. عشان ايه؟ ده ما يمشي. عشان مع بوص الفعل لازم يجي جمع. يس ويل دن. نمبر 2 يا هنا. هنا نذر نورا نور هدى لايك واتشينج ذا كذا دشيز. أتبع سايني تبقى ايه يا هنا؟ هتبقى الفيرب، الفيرب مع نايزر نور بيبقى مفرد ولا جمع؟ تبقى لايكس ليه لايكس عشان لازم نيجي مفرد. بعد نايزر نور؟ لازم يجي الفعل مفرد. انا ما قلتش كده. هي لايك صح، بس مش عشان بعد نايزر نور لازم الفعل يجي مفرد. مين يقول لي هنا ليه قلنا لايك يا جماعة؟ ها مين عارف ليه هنا قلنا لايك مفرد ليه؟ عشان هو ده مفروض. علشان هدى مفرد. عشان احنا اتفقنا مع نايزر نور بنبص على الفاعل اللي بعد النور. لو لقينا الفاعل اللي بعد النور مفرد يبقى بجيب الفعل مفرد، لو لقيت الفعل اللي بعد النور جمع بجيب الفعل جمع. فهنا بما انه هو ده مفرد فبالتالي جبنا الفعل بتاعنا مفرد. اوكي نمبر 3 يا محمد خالد. نايزر أني نور أي بي بريزنت لاست نايت تكون أم last night هتكون هتبقى ووزنز أوز was. yes ليه اخترت was يا محمد؟ عشان اللي بعد عشان بعد نور بيكون أي yes واي بتاخد فعل مفرد was عشان هي was last night. عشان last night هنا ايه ده في ال past اهو. اوكي وداني محمد. محمد سامي نمبر 2. رامي نوت أو كمال جود فور ماركس بوث بوث اوف بص رامي اوف كمال. لا بوث رامي اند كمال يس ويل دان. يبقى هنا يا جماعة بص بتاخد preposition and مش or. اوكي نمبر 5 يا آية. اوكي صوتك ماشي يا آية. اعيد يعني ما سمعتش غير كلمة بوست بس. both of the children dash ice cream like ice cream. ليه لايك ايه؟
لايك لايك الأصل عشان أشتر. ليه خليناها لايك؟ هي لايك ولا لايكس؟ لايك هي كانت لايكس، خليناها لايك. ليه خليناها لايك؟ يا طب ايه هي فعلا مثلا ايه عشان بوث عشان بوس مالها بوس بتخلي ال verb يجي في ال من غير اس، يعني ايه من غير اسم مفرد ولا جمع؟ يعني مفرد. من غير اسم مفرد لا، ايه جمع جمع، يبقى عشان هي post of اتفقنا بيجي معاها ال verb لازم يكون جمع. هنا ال verb لما بيكون in infinitive ده هو الجمع، لكن لما بيكون في s او es او is في present simple بيبقى كده مفرد مش جمع. اوكي number 6 يا ندى. you leave or I will phone the police. either ايه ولا Yes. ايه ليه قلتي either؟ عشان or عشان or. Yes well done. يبقى هنا أول ما نلاقي preposition or نفهم إن هو عايز ال either. Well done يا ندى. Number 7 يا آدم. آدم لو بتجاوب وانت قافل المايك يا ادم افتحه. محمد خالد عايز تسأل حاجة؟ لا يا مس. رفعت ايدك يا ادم. ادم سمعني ولا لا؟ طيب تيم ادم جاوب، ادم جاوب في الشات. ادم جاوبك. اوكي لحظة شوف either بيقول لي هنا ايه you can choose نقط soup or salad. طب ليه اخترت either يا ادم؟ قول لي في الشات برضه. ليه اخترنا either يا ادم؟ عبد الله ليه خرج؟ قول لي ادم في الشات ليه اخترنا ايزر؟ يا ادم قول لي في الشات ليه اخترت ايزر يا ادم؟ مش معنى ليه ما اخترتش نايزر مثلا؟ ليه ما اخترتش بوست مثلا؟ لغاية ما ادم يرد علينا في الشات. طيب جاب نمبر 8. لا لا بس نمبر 8 eight of those nickels are nice. I can't decide which one to buy either. ليه طيب؟ كانوا ليه خيرني طيب؟ ما بين حاجتين. عشان بيخيرنا بالظبط. طب ما قلتلناش ليه يا آدم ليه اخترنا أيسر؟ بص يا تايم هو هنا ما خيروش، هو بيقول أنا مش قادر أتكرر أشتري أنت. اقرأ السؤال تاني يا تايم. يا تيم نعم موجود بس بعد عن الصوت. اقرأ السؤال تاني. سؤال and of those nickels are nice I can decide which one to buy. شايف ار دي؟ اه ايه رأيك فيها؟ جميلة جدا. كنت متأكدة انك هتقول كده. نايزر اوف وايزر اوف بيجي معاهم الفعل مفرد ولا جمع يا تاي؟ مفرد طب وهنا فعل ايه؟
جمع. معناها هو بيتكلم عن حاجتين مع بعض صح؟ صح. يبقى ايه الإجابة؟ إجابة both. يس. يبقى هنا ليه اخترنا بوث يا جماعة؟ عشان هنا عندي الفعل جمع، احنا اتفقنا neither of or either of دول بيكون الفعل معاهم مفرد مش جمع. هنا الفعل عندي جمع، هو يقول لي ايه؟ كلا العقدين جميل، انا مش قادر اقرر اخد انهي فيهم. مش معنى كده ان هو بيخيرني اخد ده ولا ده، لا هو بيقول انا مش قادر اقرر اختار انهي فيهم عشان هما الاتنين حلوين، ما قالش واحد منهم حلو. ماشي كده، في حد فينا ما جاوبش؟ كلنا جاوبنا صح. ناخد باقي الصفحة هومورك، ناخد باقي الصفحة هومورك. ماشي تمام. دلوقتي هنبدأ الدرس الجديد إن شاء الله. في أي حاجة مش واضحة أو مش مفهومة سواء في الأسئلة أو في الطرح قبل ما نروح الدرس الجديد؟ اوكي. أي حاجة مش واضحة؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ تمام يا جماعة بالله عليكم، ليه ما بتردوش عليا؟ ايه؟ فاهمين؟ ايوه انا مس شاطرين؟ اوكي. هنبدأ فيه. في حد فيكم ناسي المايك بتاعه مفتوح وفي دوشة عنده؟ طيب اقفل المايك لو سمحت. يا تايم تايم نعم نعم اقفل اقفل المايك لو سمحت عشان في دوشة عنده. شكرا. هذا اوكي دلوقتي هنبدأ في lesson 3 and 4. عندنا ال K vocabulary. log 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 in. log in يعني يسجل دخول، طبعا الماضي منها logged in. log in يعني يسجل الدخول. fill in. fill in يعني يملأ الاستمارة أو يعطي معلومات. fill in. plug 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 in. plug in. plug in يعني يوصل الجهاز بالكهرباء. plug in. plug in. turn 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 يشغل جهاز. turn on. turn on يشغل جهاز. traditional 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 يعني تقليدي. turn off. turn off يطفئ أو يوقف الجهاز. charge 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 يعني يشحن بالكهرباء. password 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 يعني كلمة السر. handcraft 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 يعني يشحن بالكهرباء. artists 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 يعني فنانين. يلا اللي هقول اسمه يقول كلمة ونركز عشان اللي مش هيعرف يقول كلمة هنعمل له سكيب. جنى جنى معاكي الو. يلا أول أول كلمة لوج إن. لوج إن هنا sign in fill in fill in ايه ايه اسرع يا جماعه بالله عليك. ايه اوكي تفضلي. اي واحده انت مش عارفة؟
اتفقنا مش هيعرف، هنعمل له سكيب. ركزي بقى معانا عشان تعرفي المرة الجاية. ندى Plug in. يس، محمد خالد، ترنون محمد سامي، تراديشنال تيم، ترن اب آدم، شخص هنا، هنا، باسورد جنى، هن اللي هي تاني صوتك قطع. هند كرا آية، آرتوس، ويل دان ليك كلك. نمبر وان يا ندى، I prefer eating Space Egyptian meals traditional. traditional. yes well then يا ندى. number two يا محمد خالد، I not my mobile once a day charge. I charge. yes well then. three يا محمد سامي، In the laptop to charge it, to charge the battery before using it. Plug. plug. yes well then. number four يا آدم، Tell people about you. Part your what? It's a secret. ايه هو السيكريت يا ترى؟ اي ادم، ايش ايه الاجابة؟ باسبورت password. yes well done. okay بعدين عندنا lesson 3 assistant. assistant assistant يعني مساعد. email. email يعني يرسل بالبريد الإلكتروني، لو verb لو نون هتبقى رسالة بريد إلكتروني. again 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 يعني مرة أخرى. drop 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 يعني يسقط أو يرمي. form form يعني استمارة أو نموذج. town center town center town center يعني وسط المدينة. passport 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 يعني جواز سفر. guest guest guess يعني يخمن. corner 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 يعني ركن أو زاوية. battery battery يعني بطارية. suddenly 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 يعني فجأة. rule 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 يعني قاعدة. تيم، تيم خرج. اوكي جنى، قولي تاني يا جنى، ما تقفليش المايك وانت بتتكلمي، استني نسمع الكلمة كلها بعدين اقفلي. assistant يس، هنا، email آية، again ندى، drop محمد خالد، phone محمد سامي، down center آدم،
باسبورت. جنى فور ايه؟ فور أنهي كلمة بتقرأيها؟ الاستمارة اللي هي استمارة؟ نو 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 نو. طيب هنا guess جس guess يعني يخمن. اوكي آية آية فورمر فورمر ندى 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 محمد خالد باتري محمد سامي آدم. كي أنا دعيت آدم ايه سريع صدره إيه اسمها suddenly اسمها ايه يا ادم؟ صدري مش هي دي بقى الكلمة اللي هي الدور. جنى 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 اسمع شيء كده مش عارفين احنا فين. طيب هنا هنا هتبقى مش عارفة برضو مين يعرف احنا فين يا جماعة. لسه احنا في كلمة رول. yes well done. فاتفقنا اللي مش هيبقى عارف احنا فين هنعمل له سكيب مش هنخليه يقرأ الكلمة. تمام يا حبيبي يا اخي اوكي اللي تنفور بقى. statue statue يعني تمثال. wooden 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 يعني خشبي. carpet 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 يعني سجادة. south 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 يعني جنوب. style 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 يعني اسلوب او طريقة او طراز. jewelry 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 يعني مجوهرات. مين يعني الدور آية آية اتشو ندى ودي محمد خالد كاربت محمد سامي آدم إيه ما سمعتش إيه. هي كلمة جنوب مش عارف انطقها كويس. إيه لا هو محمد سامي قال جنوب بس هو محمد سامي فعلا صوته واطي فانت مش بتاخد بالك ان هو قال هو قال ساوث جنوب. بس انت طيب قولي الكلمة اللي بعدها. يس جنى ايه جولور اوكي عندكم حصة بعد دي ولا لا؟ لا ايوه مش مفيش؟ علينا عربي انا حاسس عربي انا حاسس عربي اوكي يبقى علينا الصفحة دي هنحفظها نعمل عليها ديكتيشن الأسبوع الجاي إن شاء الله ونذاكر الجرامر كويس جدا بتاعت بوس وأيدر ونايزر ونان ونحل الهوم ورك بتاعها. هبعتهولكوا على الجروب بتاع الهوم ورك إن شاء الله دلوقتي. أوكي see you next week have a nice weekend إن شاء الله.